ليك على هالمنظر، والله العظيم هي أسوأ صورة بتصورها بكل حياتي. لا حلو كتير، بس لو ضحكانت فيها كانت طلعت أحلى من هيك. منين بده يجي الضحك يا حسين بيك؟ والله انقطع نفسي من لما شفت هالصحفيين هاجمين علينا. لو خليت نحل ما كانت هاجمت هيك. لسه لهلا ما صحيت من الصدمة. لو تشوف جميلة قديش زعلانة رح تطق من يلي صار. يعني والله يا حسين بيك شي بيزعل وبيقهر، بس ان شاء الله اللي عمل هيك عملي الله بيبعث له بلوى على السريع وينصاب بأبشع مرض. شي بيجنن، اللي عمل هيك ما عنده ضمير. والله يا حسين بيك عقلي ما عم يستوعب اللي صار. شو هالحقد والكره اللي وصل لهيك شي؟ انت بتعرفها لجميلة بحياتها ما اذت حدا، ما فيها تأذي نملة لتأذي انسان. انت عرفت شو عملوا؟ بعتوا ايميلات لكل الصحف ووكالات الانباء وانتشر الخبر. الو ايه زينب، انا راح اخذ البنطلونات والمالطو تبعي لعند المصبغه، انت عندك شيء لحتى اخذ لك اياه معي؟ طيب طيب. ليكي في المالطو الابيض تبعي يكون، وهو كمان متوسخ، اخذه معي كمان؟ بيخلص بعد يومين. طيب حبيبتي، طيب راح اخذه. طيب شوفك، باي. يعني اللي صار ما كان متوقع ابدا، واللي عمل هالعملة شو استفاد؟ وصل لنتيجة ولا لا احد يصفق له على هالعملة المرتبة؟ والله حرام، والله عيب، هاد شي بيخجل. تفضل. الله يعوض عليك. شو الله يسلمك، لا تاخذني وجعت لك راسك، بس انا واصلي معي لهون، شو بدي اعمل؟ لا لا ولا يهمك، خذي راحتك. يلا عن اذنك حسين بيك، مع السلامة. الله معي. جميلة، أهلين حبيبة قلبي، كيف لخطرنا على بالك؟ يا روحي انت، شو هالمفاجأة الحلوة؟ عنا سهرة أنا وبدر، فأجيت لعندك مشان تعملي لي شعر. تكرم عينك يا قلبي، تعي تعي لأعمل لك أحلى موديل. تعي تعي. ليكو مين إجا يا بنات؟ تصوروا جميلة هاكمان جاي تعمل شعرها عنا، تركت كل صالونات البلد واختارت لنا. تعي تعي حبيبتي، تعي شوي وراجع. جميلة وين رايحة؟ تعي لهون. جميلة امسكوا، هاتي المانطو بسرعة. هات أنا باخده. مرحبا عمو سامي. مهند ليش ما عم ترد على تليفوناتي؟ مهند أنا عم بحكي معك، ليش ما عم تطلع فيني؟ يا ريت تبقي بعيد عني، لأنه رح يوجعك راسي. على أساس أنا كتير مرتاحة هلأ؟ يلي عمل هاي العملة زينب مو سمرة يا مهند. الله يبعث له بلوى لهالبنت. عم احكي معك ما عم تسمعني؟ كيف اتأكدتي انه زينب هي اللي عملت هيك؟ هالشي واضح، لو فعلا سمرة كانت حكت غير هالحكي، كانت لعبت على التقيل وما مرقت على هيك. بس مثلا كانت حكت بخصوص المشكلة يلي صارت بينك وبين مؤيد، هي بتعرف عنك كل شي، كانت استخدمت كل الوراق لحتى تأذيك وتنتقم منك. ما حدا غير سمرة ممكن يساوي هالشي، أنا بعرفها أكتر من حالي، هاي البنت لئيمة كتير، وفيك تتوقع أي شي منها، بس أنا رح أوقفها عند حدها. كل شي بيأكد إنه زينب هي اللي ساوت هيك، بس أنت ما بدك تقتنع. ليكي جميلة، صدقيني، سمرة ورا القصة، ماشي؟ على طول طيبتك ما بتخليني تشوف، بس هالمرة أنت يلي مو حابب تشوف وتفهم يلي عم يصير حواليك، أساساً أنا ما بقى رح أقلك شي تصطفل بحالك. وانت شو علاقتك؟ ليش لا تحكي معه؟ غبي،
فكر إني عم أحكي هيك لأني غيرانة من زينب. طيب بلكي كلامه مزبوط، يمكن فعلا تكون سمرة ورا كل القصة، وهيك بتكوني عم تظني زينب على الفاضي. لك يا أمي عم قلك أنا متأكدة إنه هي اللي عملتها.